الإمبراطورية الروسية كانت تالت أكبر إمبراطورية في التاريخ، امتدت عبر ثلاث قارات، أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وبلغت مساحتها في ذروتها قرابة 23 مليون كيلومتر مربع. الإمبراطورية الروسية ما تجاوزهاش في المساحة عبر التاريخ غير إمبراطوريتين، الإمبراطورية البريطانية والمغولية، بل إن وريثة الإمبراطورية الروسية اللي هي جمهورية روسيا الاتحادية لسه أكبر دولة في العالم. مساحتها بتتجاوز 17 مليون كيلومتر مربع، بفرق كبير عن كل الدول اللي بعديها. عشان تتخيل ضخامة المساحة، أعرف إن دي أكتر من ثمن مساحة الأرض المأهولة بالسكان، وبتمتد عبر 11 منطقة زمنية، وليها حدود مشتركة مع 18 دولة. الروس بينتموا للعرقية السلافية، ودي عرقية قابلناها قبل كده في منطقة البلقان، واللي كانوا في المنطقة دي كانوا السلاف الجنوبيين، أما الروس فدول سلاف شرقيين. ظهر السلاف الشرقيين تاريخيا في أوروبا ما بين القرن الثالث بعد الميلاد وصولا للقرن الثامن الميلادي. اتأسست ممالكهم من قبل محاربين فايكنج من أصول اسكندنافية، وأطلق على ممالكهم ممالك الروس، وده كان في العصور الوسطى في القرن التاسع. وزي ما هو واضح فاسم روسيا مشتق من روس، أما اسم روس نفسه فمشتق من جماعات الروس في العصور الوسطى المبكرة، ودول مجموعة من التجار والمحاربين السويديين انتقلوا عبر بحر البلطيق وأسسوا دولة اتركزت على مدينة نوفوجورود، ودي امتدت بعد كده عشان تبقى دولة روس كييف، ودي الأشهر ما بين كل دول الروس المبكرة. الدولة دي سنة 988 تبنت المسيحية الأرثوذكسية، ودي خدتها عبر الإمبراطورية البيزنطية، ومن ساعتها بدأ دمج الثقافات البيزنطية المسيحية والسلافية عشان تتشكل الثقافة والهوية الروسية عبر الألف سنة التالية. تدريجيا ممالك الروس ضعفت، بل وانهارت مملكة روس كييف نفسها على إثر الغزو المغولي اللي وصل المنطقة من سنة 1237. أصبحت النخبة المغولية الغازية إلى جانب رعاياها وحلفائها من الأتراك ما يعرف باسم التتار في الحضارة والثقافة الروسية، وهم دول اللي أسسوا دولة القبيلة الذهبية. لكن حتى تحت السيطرة التتارية بدأ يخرج من بين قبائل الروس دولة في مدينة موسكو، ودي اللي بعد كده هيبقى اسمها دوقية موسكو الكبرى، وهم لسه تحت سيطرة التتار المغول، بل وتساهل منهم بدأت موسكو في بسط نفوذها في منطقة روسيا الوسطى في أوائل القرن الـ14، وتدريجيا بقت هي القوة الأولى والأساسية في استعادة أراضي الروس. دوقية موسكو ابتلعت كل الإمارات المحيطة، وقدر إيفان الثالث اللي بقى اسمه بعد كده إيفان الكبير قدر ينشق على دولة القبيلة الذهبية وقدر يهزمها وعزز نفوذه في منطقة وسط وشمال روسيا، والمنطقة دي كلها بقت تحت سيطرة موسكو، وكمان بقى هو أول واحد ياخد لقب الدوق الأكبر لروسيا. بعد سقوط القسطنطينية سنة 1453 دوقية موسكو ادعت لنفسها إرث الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وإيفان الثالث اتجوز بنت أخ الإمبراطور البيزنطي الأخير، وجعل من النسر البيزنطي ذو الرأسين رمز لدوقية موسكو، واللي هيبقى بعد كده رمز للقيصرية الروسية من بعدها. في الفترة دي وبعديها كان في حمى أفكار إنشاء إمبراطورية رومانية ثالثة، على أساس إن الإمبراطورية الرومانية الأصلية هي الأولى والإمبراطورية البيزنطية هي الثانية، فتبقى روسيا هي الإمبراطورية الرومانية الثالثة. وبالفعل يتم تتويج إيفان الرابع اللي هيتسمى في كتب التاريخ بعد كده إيفان الرهيب، عشان يبقى أول قيصر لروسيا سنة 1547. خلال فترة حكمه الطويلة إيفان الرهيب ضاعف من الأراضي الروسية بضمه لثلاثة من إمارات دولة القبيلة الذهبية
اللي بدأت تتحلل، والإمارات دي مصطلح عليها في التاريخ اسم خان. قدر إيفان يستولي على خان كازان وأستراخان وخان سيبيريا اللي اتبقت من إمارات القبيلة الذهبية، كانت إمارة أو خان تتار القرم اللي هم في جزيرة شبه جزيرة القرم حاليا، اللي هي كانت تبع أوكرانيا وبعد كده استولت عليها روسيا في 2014. تتار القرم دول هم اللي وصلوا مجابهة روسيا القيصرية، وفي محاولة مستميتة لاستعادة مناطق نهر الفولجا تحالفوا مع العثمانيين، وقدروا الاتنين مع بعض يغزوا وسط روسيا، بل ووصلوا لموسكو نفسها وحرقوا أجزاء كبيرة منها سنة 1571. لكن في السنة اللي بعديها الروس هيكونوا جيش ضخم وهيهزموا التحالف العثماني التتري في معركة مولودي، وهيتم القضاء على كل تهديدات التوسع العثماني في روسيا. وصلت روسيا نموها الأقليمي في القرن السبعتاشر، والعصر ده اتسمى بعصر الكوزاكس. الكوزاكس دول محاربين سلاف منظمين في مجتمعات عسكرية شبه مستقلة. انضم فلاحين أوكرانيا للكوزاكس دول في تمرد ضد المملكة البولندية الليتوانية كرد فعل على الاضطهاد الاجتماعي والديني اللي عانوه تحت الحكم البولندي. سنة 1654 الكوزاكس الأوكرانيين هيطلبوا حماية القيصر الروسي، وبقبول روسيا هتنشب حرب روسية بولندية، وهيتم على إثرها تقسيم أوكرانيا لجزء غربي تحت حكم بولندا وجزء شرقي تحت حكم روسيا. في الشرق انطلقت عمليات الاستكشاف والاستيطان لأراضي سيبيريا الضخمة، وده تم عن طريق الكوزاكس اللي كانوا بيدوروا على الفرو والعاج. المستكشفين الروس انطلقوا شرقا على طول نهر سيبيريا، وبحلول منتصف القرن السبعتاشر كان في مستوطنات روسية في شرق سيبيريا على ساحل المحيط الهادي. وسنة 1648 الروس عبروا مضيق بيرينج بين آسيا وأمريكا الشمالية لأول مرة، وبكده تبقى ألاسكا مستعمرة روسية. وفي عهد بيتر الأكبر أعلنت روسيا نفسها إمبراطورية سنة 1721، ومن ساعتها بقت قوة عالمية لا يستهان بها. بيتر العظيم قاد سلسلة من المعارك ضد العثمانيين وضد السويديين، بل وضد الدولة الصفوية الإيرانية، ولعب دور رئيسي في تحديث روسيا على النظم الأوروبية الحديثة. بنى عاصمة روسيا الجديدة سانت بيترسبرغ عشان تحل محل موسكو المركز الثقافي والروحي لروسيا. كمان بيتر عاد تنظيم حكومته بناء على أحدث النماذج السياسية في الوقت ده، وحول روسيا لدولة ملكية مركزية. استبدل مجلس الدوما اللي هو مجلس النبلاء بمجلس مستشارين مكون من 9 أعضاء، وده يعني كأنه مجلس أعلى الدولة، وتم التخلص من كل أشكال الحكم الذاتي المحلي، بل وكجزء من عملية الإصلاح تم دمج الكنيسة الأرثوذكسية جزئيا في الهيكل الإداري للبلد، وتم جعلها أداة من أدوات الدولة. بيتر العظيم توفى سنة 1725 وترك وراه خلافة غير مستقرة. حكم روسيا تنقل بين عدد من السيدات في الفترة دي، بداية من أرملة بيتر كاترين الأولى أو في المصادر العربية إيكاترينا. بعد كاترين جت بنت أخوه أنا، وبعديها بنت بيتر اللي هي إليزابيث، ودي حكمها قارب العشرين سنة. وتخلل حكمها اشتراك روسيا في حرب العرش النمساوي وحرب الأعوام السبعة. أما آخر السيدات اللي حكمت روسيا في القرن ده وهي أعظمهم، فكانت كاثرين الثانية أو إيكاترينا الثانية أو كاترين العظيمة، وهي أصلا أميرة ألمانية كانت اتجوزت القيصر بيتر الثالث. وقدرت كاترين إنها توصل لسدة الحكم لما قامت بانقلاب ضد جوزها بمساعدة النبلاء. قعدت كاترين لطبقة النبلاء الروس نفوذهم في المجتمع، ومن ثم استخدمتهم في توطيد سلطتها وفي استئناف الغزوات الروسية. مددت كاترين العظيمة السيطرة الروسية ووصلت بيها لوسط أوروبا، وده تم من خلال التآمر مع النمسا وبروسيا عشان يتم تقسيم أراضي الكومنولث البولندي الليتواني،
كمان كاترين شنت حرب ضخمة ضد الإمبراطورية العثمانية ما بين 1768 ل 1774، ووصلت حدود روسيا الجنوبية للبحر الأسود. كمان استأنفت الحرب مرة تانية ضد بلاد فارس، والحرب دي بعد كده هتكمل في القرن التسعتاشر، ومن خلالها روسيا هتستولي على مناطق داغستان وجورجيا ومعظم أذربيجان. سنة 1812 بدأ غزو نابليون بونابرت اللي كان في أوج سلطته، بدأ غزو روسيا عقابا ليها على تجاهل الحظر التجاري اللي كان نابليون فرضه على قارة أوروبا من إنها تتعامل مع الإمبراطورية البريطانية. لكن الحملة دي كانت حملة عسكرية كارثية بالنسبة لنابليون وبداية نهايته، لأن جيشه تم تدميره خلال فصل الشتاء. لأن بالرغم من وصول جيش نابليون الضخم لموسكو واحتلالها، إلا أن استراتيجية الأرض المحروقة اللي طبقها الروس بفاعلية حرمت الغزاة من الأكل والمسكن. وبالإضافة لفصل الشتاء الروسي القارس، تعرض الآلاف من الجنود الفرنسيين لحرب عصابات روسية مهلكة. ولما تراجعت قوات نابليون، طردتهم القوات الروسية لوسط أوروبا وغربها وصولا لبوابات باريس نفسها. السنوات اللي بعد كده شهدت سطوة كبيرة للإمبراطورية الروسية في أوروبا، لكن مع بداية الثورة الصناعية في ربوع أوروبا الغربية، روسيا ما قدرتش تلحق باقي أوروبا لاحتفاظها بنظام عبودية الأرض الزراعية، أو بيطلق عليه في المصادر العربية الأقنان أو عبيد الأرض. وده عبارة عن ربط المزارعين ونسلهم أي أبنائهم بالأرض اللي بيشتغلوا عليها، ما يقدروش يسيبوا الأرض اللي هم شغالين عليها أبدا، ولا يروحوا في أي حتة ولا يشتغلوا غير فيها. الإمبراطور اللي قهر نابليون بونابرت كان ألكسندر الأول، وده كان بيعمد لتحديث روسيا. بعد يجي أخوه نيكولاس أو نيكولا الأول، وده حكم من 1825 ل 1855، وده واجه في بداية حكمه انتفاضة مخيفة جذورها جاية من الحقبة النابليونية نفسها، وده نتيجة ان عدد من الضباط الروس اللي شاركوا في الحروب ضد نابليون بونابرت واللي دخلوا في أوساط أوروبا وتعرضوا للأفكار الليبرالية الناتجة عن الثورة الفرنسية، لما رجعوا روسيا حاولوا يطبقوا الأفكار دي ويغيروا نظام الحكم الروسي من مملكة استبدادية مطلقة إلى حكم حديث رشيد. وكانت النتيجة الثورة الديسمبرية، ودي اندلعت في ديسمبر 1825، وقامت بيها دائرة ضيقة من النبلاء الليبراليين وضباط الجيش زي ما قلنا، وكانوا عاوزين يستبدلوا القيصر نيكولاس بأخوه كونستانتين ويبقى ملك دستوري. التمرد ده تم سحقه بسهولة، لكن أثره كان مدمر، لأن نيكولاس بعد خالص وخاف من الأفكار والاتجاهات التحديثية في إمبراطوريته، وبقى ملتزم وبشدة بمبادئ المسيحية الأرثوذكسية والملكية المطلقة والوطنية الروسية. كانت مسائل البوصلة الوطنية الروسية محل خلاف من ساعة عملية التحديث اللي تمت على إيد بيتر العظيم. كان في إصلاحيين عاوزين يكملوا على نهج أوروبا الغربية، وكان في محافظين بيدعوا لأ، نتمسك بالتقاليد السلافية العريقة ونبتعد عن المبادئ الغربية المنحلة. بل إن أنصار المذهب السلافي المحافظ هاجموا الحرية الشخصية من باب إنها دعوة للفردية في مقابل روح الجماعة والاتحاد السلافية. لكن لما روسيا خسرت سنة 53 ل 54 من القرن 19 قدام بريطانيا وفرنسا والدولة العثمانية في حرب القرم، تصاعدت من جديد دعوات التحديث، والمرة دي كان في قيصر جديد ألكسندر الثاني، وده اعتلى العرش مع نهاية الحرب في 1855. بدأت تتنامى تاني دعوات التحديث وإلغاء عبودية الأرض. يعني مثلا كان سنة 1859 23 مليون شخص عايشين في ظروف مذرية لأنهم أقنان أرض أو عبيد أرض. وبالفعل ألكسندر الثاني هيلغي العبودية، وقراره كان بإلغائها من أعلى، قال نلغيها احنا بنفسنا بدل ما تتفرض علينا عبر ثورة من 23 مليون إنسان معذب دول. وبدأت عملية التحرير سنة 1861، ودي أطلقت سراح الملايين من الأقنان، ويعتبر الحدث الأكثر أهمية في تاريخ روسيا في القرن 19، وبداية النهاية لسيطرة الأرستقراطية المهيمنة على السلطة.
التحرر ده جلب جحافل العمالة للمدن، وده حفز الصناعة، وعلى طول روسيا بدأ يبقى فيها طبقة وسطى معتبرة من حيث العدد والتأثير. كمان ألكسندر الثاني قام باحتلال جزء كبير من منطقة منشوريا من الصين بداية من 1858. كمان قام ببيع ألاسكا للولايات المتحدة الأمريكية سنة 1867، وده خوفا من وقوعها تحت سيطرة كندا البريطانية. كمان قام بشن حرب على الدولة العثمانية في البلقان سنة 1877-78، ودي اتكلمنا عليها باستفاضة في الحلقات اللي فاتت. لكن سنة 1881 تم اغتيال ألكسندر الثاني، وانتقل العرش بعديها لألكسندر الثالث، وده حكم من 1881-1894، وده كان سلافي محافظ، وأعاد إحياء مبادئ الأرثوذكسية والملكية المطلقة والوطنية الروسية. كان هدف ألكسندر الثالث إيقاف كل الاضطرابات في روسيا عن طريق عزلها عن التأثيرات الغربية اللي اعتبرها هدامة لدولة روسيا وهويتها وحضارتها. لكن عزل روسيا عن الأفكار الغربية ما كانش بالنسبة لألكسندر عزلها عن العالم أو تجاهل المخاطر اللي بتواجهها خارجيا. عشان كده وافق ألكسندر الثالث على إبرام التحالف الفرنسي الروسي لاحتواء القوى المتنامية للقيصرية الألمانية، والاتفاق اللي هو الاتفاق الدفاع المشترك ده تم سنة 1892. لكن عهد ابنه نيكولاس أو نيكولا الثاني، وده كانت خبرته ضعيفة، شهد تراجع كبير لسيطرة روسيا ونفوذها في العالم، خصوصا بعد هزيمتها المذلة من إمبراطورية اليابان الناشئة، وده كان سنة 1904، وكمان ضعفت سيطرة الدولة باندلاع الثورة الروسية سنة 1905. عشان كده تجنبا لاشتعال المزيد من الحروب الاستعمارية أو الثورات، بدأت روسيا تدور على المزيد من الحلفاء، وبالفعل وافقت على تهدئة المخاوف البريطانية من التمدد الروسي في منطقة أسيا واحتلال أفغانستان، وطبعا تهديد مستعمرات بريطانيا في الهند، وتخلت عن مصالح كتيرة ليها وعقدت المعاهدة الأنجلو روسية سنة 1907. كده أبقى وصلت لنهاية سلسلة مقدمات الحرب العالمية الأولى. اتناولت فيها سريعا دول المركز اللي هي الإمبراطورية النمساوية المجرية والإمبراطورية الألمانية والسلطنة العثمانية، وبعد كده دخلنا على دول الحلفاء بريطانيا وفرنسا وروسيا. أنا حاليا بصدد كتابة محتوى البودكاست في كتاب عن مقدمة الحرب العالمية الأولى، هيكون فيه تفاصيل أكتر بكتير وتناول لأحداث كتير ما تعرضت لهاش في البودكاست أو تعرضت لها سريعا، زي الثورة الفرنسية وتأثيرها على أوروبا، تمرد محمد علي على الدولة العثمانية، والحديث عن ثورة الربيع الأوروبي في 1848، وعن الثورة الصناعية في أوروبا والحركات اليسارية اللي تشكلت في القرن 19 والقرن 20، وطبعا حركات الانفصال والاتحاد الكبيرة في القرن 19، زي استقلال اليونان وصربيا وبلغاريا، وزي اتحاد إيطاليا وألمانيا. ده غير طبعا التعرض للشخصيات الأهم في القرن 19 وبدايات القرن 20، زي قادة الدول محمد علي باشا في مصر، السلطان محمود الثاني في الدولة العثمانية، وإسماعيل باشا برضو في مصر، أو تاليران في فرنسا، ومترينيتش في النمسا، وطبعا العظيم أوتو فون بيسمارك في ألمانيا، أو بالمرستون وديزرائيلي في بريطانيا، أو القادة العسكريين زي المذهل نابليون بونابرت، وفي منطقتنا إبراهيم باشا، وطبعا مصطفى كمال أتاتورك. وكالعادة في انتظار أراءكم ومقترحاتكم، وأشوفكم على خير.